الحصول على خدمة في المغرب بالمحسوبية والزبونية، الموضوع اللي ولا حديث بين الشباب اللي في حاجة للعمل، سواء حاملي الشهادات أو اللي كيقلبوا على عمل حر. نزلنا للشارع وخذينا بعض الآراء. ماشي ساهل المغرب، فهمتيني، خصك المعرفة، خصك دي كونتاكت باش تخدم. كاين الزبونية والمحسوبية وكاين الفساد بزاف الإداري بزاف لواحد الدرجة كبيرة. أنا كنعرفو ناس فهمتيني ما عندهمش مؤهلات كيخدمو في وظائف كاع ما يسهلو. خصهم يكون واحد فهمتيني الرجل المناسب في المكان المناسب باش بنادم يخدم، ماشي كاع أي اللي يجي يخدم. واحد كتلقاه كاتريام وشاد بوس، ولا واحد كتلقاه الله ديزويتون وكتلقاه كاتب، ولا كنعرف أنا واحد السيدة عندها 20 وفي كاتبة العامة ديال الوزير، كي دارت ليها هادي، إمتى شدات الباك ديالها، إمتى قرات هي فهمتيني، إمتى شدات لا ليسونس ديالها، وخص هادشي خص يسول هادشي. كشارية الوسيطة، إلا ما عندكش الوسيطة ما كاين والو. بالنسبة لنا حنا عندنا وليدات، دابا إلا ما كانش حتى كاردينش ما عندك منين دير الولاد منين ياكلوا ولا يشربوا، والو ما كاينش. الخدمة شناهي؟ خلي نقول لك سير جيب على الأقل تكون عندك الوسيطة. أي بوست بغيتي تمشي، السكيورتي يلاه خلاص بغيت تخدم يقول لك الوسيطة. خصك شي كود بيستون ولا شي واحد اللي يوقف معاه. نتي مي يعني ما يمكنش واخد لي سي في وكذا وهذا ولي ديبلوم ودفعهم وكذا، خص شي واحد اللي وقف معاك. اي واحد كيبغي يمشي يقلب على راسو ما كيلقاش خدمه. المشكل ديال الشغل كاين في المغرب بزاف. المشكل ديال الشغل، الانسان دابا ملي كيمشي كيبغي يشتغل ما كيلقاش. كاين اللي عنده ما عنده الصنعه، كتلقاي عنده 25 سنه ما عنده لا صنعه في يدو، هذاك شنو خصو يدير؟ يعني الباب اللي كيدقوا ما كيلقاهش. انا اختي عندي الصناعه ديالي مده دابا تقريبا من 75 ولا ميكانيسي، نقول ربما من السبعينات، ويعني مشيت للشركات وكيردوا لي البيبان فوجي. ما نكذبش عليك كل صراحه، يعني خص دواره، يعني عطيتي فلوس رشوه، يعني فلوس تخدمي. مثلا الشاف اللي بغيت تقابلي غير الباترون، مثلا مشى عند الباترون شوفي، خاصك الشاف هو اللي في الباب، هذا هو الاول باش توصلي ليه، خاصك بعدا تعطيه اولا فلوس، فهمتي، باش تدخلي ولا مدير ولا شي حاجه. هذا هو اللي كاين. صعيب اختي خدمه في المغرب، ما سهلش باش الواحد يلقى خدمه في المغرب، حيت الانسان الا بغى يخدم وبغى يدبر على راسو خصو يكون بعدا اولا الولد يكون بعدا مسنطح ياك، ويكون شويه قاصح. كاين الدري دابا اللي عنده الاجازه، وكاين اللي شاد البكالوريا، وكاين اللي عنده لي ديبلوم، وكاين اللي ما عرفتش داير وما خدامش، كيخدموا مالي الفلوس. دابا عندي الباك ديالي وخديت ديبلوم، وعاد الان دابا لقيتيني كنقلب على خدمه، ما كاين لا عاد لا والو، وكاينين بلايص فهمتيني تستاهل انا نكون فيهم، كاينين فيهم وحدين اخرين. والسبب راه فهمتي، السبب كيعرفوا كل شيء، ماشي كنعرفوا انا، السبب عام اللي دازوا فيه خوتنا واللي دازوا فيه اللي قبل منا، انه ما كاين لا عدل لا والو، كاين الرشوه، كاين الفلوس، كاين هذا. قلت لعبه ديال الا بغيتي تخدم خصك باك بليس باباك. هاد الناس قالوا بان لما كانتش المحسوبيه والرشوه ما كاينه خدمه. ايوا اجيو نشوفوا وحدين اخرين اشنو قالوا. ممكن تخدموا ديبلوم مثلا، وممكن تخدموا بوجهيات. حنا عارفين المغرب كيدير، وكل واحد ديما يدير محاوله، ما يبقاش يعول على شي حد، حتى لو ما لقاش خدمه يدير تجاره، يبيع ويشري شي حاجه بسيطه ممكن يستافد منها. اللي عندهم دي ميور نوط وهذا، وعندهم السي في عامر وهذا، هما خدامين مزيان وشادين بلايصه، ما كاين لا كود بيستون. هو صعيب باش تلقى خدمه في المغرب، يعني الا ما عندكش ما تشتغلش، ما عندكش دومين شي خدمه، راه ما كاينش اللي غادي يخدمك، فهمتيني ولا لا؟ يعني الا عندك نقول لك تخدم، كنتي تخدم تخدم، يعني اي واحد فهمتيني، اي واحد زعما غيقبلك، ما عندكش راه ما غاديش تخدم. يعني حنا راه كاينه شحال، راه 95% ما قاريش في المغرب ولا اكثر، يعني ماشي هي القرايه هي الاساس، حنا راه النص ما قاريش، فهمتيني، النص ما قاريش. لا بعقليه تاع بنادم مختلفه، كاين واحد عنده واحد مستوى قاري يقول لك ما لاقيش شغل، وكاين الخدمه، ولكن هذاك الصالي اللي باغي باش يخدم به ما قادوش. وجهه اخرى بنادم اللي يقول لك انا واش لهاد البلاد خاصك تعطيها باش تعطيك، انت دابا ما قاريش اش تسنى من هاد البلاد. بنادم تيضل ناعس لك حتى الشمال وقت 12 على النهار، تيفيق تيقول لك والله هادي البلاد هادي تعطيها للبراني، راه هو اللي ما باغيش يخدم، ماشي ما كيجي هو اللي ما باغيش يخدم. كاينين الناس دابا تيفيقوا مع 4 الصباح يمشيو للمارشي يجيبوا الكاميله تاعهم ويجيبوا المصروف تاع وليداتهم وتيجيو ناشطين، وهو لا باغي الربح السريع، اش باغي ينعس، باغي يلبس برديله تاع 20000 ريال، يلبس تريكو تاع 30000 فرانك. بلا العقليه تاع بنادم ما مقاداش. الاراء مختلفه، كل وجهه نظره، ولكن الاساس نعريو على كتافنا ونقلبوا على خدمه، ما نبقاوش نتحجوا باللي كاين، والخدمه الا ما جبناهاش ما غاديش عندنا.